السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معنا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما ادخل في تفاصيل الخبر بتاعي، يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ندخل في تفاصيل الخبر بتاعنا. انا لله وانا اليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تعالى المخرج احمد المهدي في ذمة الله. رحل عن عالمنا المخرج احمد المهدي منذ قليل بعد صراع مع مرض سرطان الكبد خلال الفترة الماضية. شارك في العديد من الاعمال الغنائية والمصورة، ابرزها فيديو كليب سيدي وصالك للفنانة انغام، وكمان الفنانة شيرين عبد الوهاب ووائل كافوري وحسين الجسمي ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين والفنانات. وكمان كان مخرج فوازير مسلسلكو بتاع محمد هنيدي، وطبعا كان ليه اعمال كتيرة جدا. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. ياريت كلكم تدعوا له بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والسلام عليكم.